السلام عليكم، معكم خديجة شاكير. أولا الأم ديال ياسين الله يرحمه كان أستاذ سلك ثاني أدب فرنسي، خدم 3 سنين في القلعة، والعام اللي جاء انتقال الكازا في شهر 11 العطلة الأولى ديالو معانا، مشى لمراكش عطلة بحالو بحال الناس كاع جميع. مهم جلس أسبوع حتى كيعيطوا ليا ولدك دارك سيده مع 4 الصباح، يعني كنتسنى وليدي غيكون مضروب في يدو مضروب في رجلو مهرس من هنا، يعني الدعاء 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 كندعي. فاش كنوصلوا كنلقى ولدي بانه ميت، الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم وليدات المسلمين يا رب يا كريم. المهم دخلنا لحفظ الصحه، صدمة كانت كبيرة، مصيبة الموت، مصيبة الموت في فلدة الكبد، في ثمرة الفؤاد، في الروح ديالي، كانت صدمة كبيرة. كنا المهم كان العزاء، الحباب ديالي لحقوا عليا وهذا، المهم كان العزاء حتى كيعيطوا ليا كيقولوا لي دخلي تشوفي ولدك، ولدي كنلقاه مكفن. مكفن نقي مقاد غزال الحبيب ديالي واخا مات الله يرحمه. المهم عنده شفت له مشوار مهرسه، عنده ضربه نقيه في الجبهه ديالو يعني بآلة حاده، الراس ديالو مؤخره الراس فيها ضرب غائر. المهم كانت صدمه صدمه صدمه، لقيت وليدي قلت انا اكرامه الميت دفنه، جبت وليدي. العائله اللي كانت في مراكش خبرتنا بانه كسيده، مشيت انا قلت كسيده، ملي داز الوقت ومشى راجلي لمراكش مشى باش يدير المحضر ديالو بانه كي يشك في الموت. كسيده واش كان في طموحك؟ نو كان على متن دراجه ناريه. قالوا الدراجه الناريه ديالو ديال مرات عمو، مرات عمو كان عندها في مراكش. هادشي غير اللي قالو، هادشي اللي قالو هما. من بعد ملي شفنا المحضر كاين واحد كاين بان ليا داكشي ماشي منطقي، وخصوصا ان الشاهد يعني كذب على الميت، هو ميت وكاين يعني الهضره ماشي ماشي هي هذيك، ما تقنعكش انه ولدك قال لك جاي في سون سانتيغ دي دخل في البانو، وهما اللي كيقولوا قال لك الشاهد عيط ليهم ولدك دخل في سون سانتيغ دي، يعني هذيك المسافة اللي ما بين الطيوار واللوحة راه 10 الأمتار، لا يعقل. من بعد مشيت الملف مشى لحفظ لموت السائق، كان تماطل يعني ما جبدوش. مشينا عند الزوج ديالي مشى للوكيل الملك طمأنو، قال لي بأن كان واعدك باش نعاود نبحث في الأمر بدون جدوى، يعني هذه عام ونص عام وشي حاجه باش مشى عند وكيل الملك. ومن بعد كتبين لي كتبين لي خيوط بان ولدي قتل، ولدي تقتل فعلا. وبما ان صيت الاستاذات اللي الجليلات ما شاء الله اتصلت بهم، وان شاء الله غيمشيو معايا في المسيره ديالي باذن الله حتى يبان الحق، يكون كيف ما كان اللي قتل ولدي لن أسامحه، وغندير أكثر من في جهدي إلا لجات الموت وهداتني. مادام في الروح لن أتنازل عن حق ابني حبيبي، وابني وحيدي بكري ووحيدي، يعني لن أتنازل. أنا محروقة، أنا بحال هذاك الدجاجة اللي ذبحوها، لا هي ماتت لا هي بقت حية. أنا لا أنام الليل، لا انام الليله. واش نقول لكم، اي ام راه غتحس بيا، ومن هذا المنبر اناشد جلاله الملك، اناشده بحرقه ام، راه مهما عبرت راه مهما عبرت راه ما غتوصلوش ليا الاحساس اللي كنحس به. اناشد السيد عبد النباوي والسيد الحموشي وساندوني ووقفوا معايا في لذة كبدي، ثمرة فؤادي، ما غنتنازلش، لن أتنازل.
انا مضيعه بنياتي في الدار على ود على قبل ولدي، كنتمنى يبان حق ولدي، وكنتمنى من المسؤولين اللي عندهم ضمائر حيه ينصفوني يوقفوا معايا. وانا ماشي ام وحيده، كاين امهات بحالي بزاف، وكنتمنى النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وانا مسلحه بالله سبحانه وتعالى، وما عمرني غنخيب باذن الله. وغادي نقول واحد القول، ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وانا معولة على الله سبحانه وتعالى وعلى هاد السيدات الطيبات الجليلات، هادشي اللي غنقول. والباقي مدمي وقاهر، واخا نقول كيف ما قلت ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.